احاول اني افهم الصوره من خلال الشرح اللي يعني توافق مع مشاهدتي لهذه الصور، هي يعني تعطي معلومات كثيره مو كل الجمهور يكون واعي عنها، ولكن بشرح بسيط من صاحب اللوحه يستطيع من خلالها ان يوصل الرساله ويعطي معاني اكثر للرموز اللي موجوده بالصوره. كالعاده نعود الجماهير كل بين فتره يكون في ايفنت، والايفنت له مسمى وشكل وحله جديده. طبعا كان المعرض هذا شويه يختلف، في مجموعه من الفنانين فيهم دوليين، في يعني غير كويتيين، في من قطر ومن سوريا ومن كندا ومن ايران من البحرين، زين، بالاضافه الى 11 فنان كويتي. طبعا تيمه اللي احنا اخذناها اللي هو الفيسز، وجوه وتعبيريه بتكنيكات مختلفه. اليوم المعرض له ميزه او طعم خاص، يعني أول شيء إنه ما في افتتاح وما في أحد يفتتح، وإنه جمهور نوعي وبهذا الكم الهائل صراحة يدل على شيء واحد، على وعي وثقافة المجتمع الكويتي وتحضره وتمدنه. لكثير من المشاركات في معارض شخصية ومعارض مشتركة من وحكومية كذلك، وحصلت كثير من جوائز كذلك في دولة الكويت. دولة الكويت تعتبر لي هي يعني البلد الوطني الثاني اللي يعني دائما التقي مع اخواني الفنانين فيه والمبدعين من الفنانين الخليج، واحنا في الدول الخليج كلنا اسره واحده سواء في الحياه الاجتماعيه والاقتصاديه وكذلك في الثقافه.